على ما نجهز بعض من الاسئله للكابتن عمرو السوليه، ولسه عندنا نقاط كثيره جدا في الحوار. انا بس بشفق عليه عشان عنده تمرين، فمعلش حقك علينا لا ما بنشوفكش كل شويه. ناخد كام سؤال سوشيال الاول قبل ما نطلع الفصل. ماشي. ممكن يلا بينا ناخد كذا سؤال قبل ما نطلع الفصل، يلا بينا. جابر عادل عمرو السوليه تحس انه كابتن للفريق، وهدف بطوله القضيه الاول هو الهدف التاريخي للكابتن عمرو السوليه في تاريخه مع الاهلي، ده غير انه لاعب اخلاقه عاليه جدا. بنشكرك يا جابر. ده جابر عادل، ليس سؤال ولكنه تقدير لكابتن عمرو السوليه. ما بعده احمد حسني علي، بغض النظر عن كل الاحصائيات اللي ذكرتها حضرتك كابتن، يبقى الرقم المهم للكابتن سوليه انه سجل في 3 نهائيات متتاليه. قلناها والله يا ابو حميد. اللي بعده عبد الحارس، يا كابتن عمرو اول كلمه قلتها لعمر الساعي اول ما جه النادي الاهلي، مهمه دي على فكره، لانه هم يعني بيتوسموا ان عمر الساعي ممكن يكون امتداد لعمر السوليه. لا يعني عمر لسه صغير، لعيب عنده امكانيات عاليه جدا. مقتنع انت بيه؟ اه يعني لو مش مقتنع بيه يعني مش هيبقى موجود في الاهلي. نعم يعني النادي الاهلي ما يعني بعينه على حد وصغير كمان في السن، يبقى شايف فيه حاجه كبيره وشايف امكانياته كويس. لعيب عنده امكانيات كبيره جدا، تقريبا لعب موسم واحد مع الاسماعيلي، فان هو يلعب موسم ويظهر بالصوره دي يبقى لا يعني المستقبل ليه طبعا، وان شاء الله يعني الفتره الجايه يبدا ياخد مباريات كلمته اكتر. اول ما جه النادي قلت له حاجه؟ مش يعني ما اتكلمتش معاه قوي، بس يعني بعدها يعني بعدها اتكلمت معاه اللي هو لازم تتمرن كويس، تبقى مركز وتستنى فرصتك في اي وقت تيجي، لازم تبقى محضر لها كويس، وانت كده كده امكانياتك كويسه جدا، فمش محتاج غير ان انت تطلع امكانياتك دي. شفت معاناه انت بتقول اول سنه في النادي الاهلي، شايف انه ممكن برضو يعاني اول سنه زي ما انت عانيت اول سنه؟ اي لعيب معرض ان هو يبقى عنده معرض ان هو ما يلعبش او ان نعم هو يبعد فتره، بس اهم حاجه ان هو يشتغل على نفسه نعم ويبقى محضر نفسه في اي وقت. اللي بعد بيتر صديقنا العزيز، مساء الفل عليك كابتن شوبير وعلى ابو ليلى. مفيش اسئله النهارده، بس تحيه واحترام للسوليه على مستواه الفني الثابت وشخصيته القويه واحترام النفس لجمهوره، والجمهور اللي زيي يحب يشوف واحد زي السوليه مكمل في النادي حتى بعد الاعتزال. نفس اللي انا بقوله عمرو، ان الناس ان شاء الله تحترمك وبتقدرك قوي، واعتقد دي بتبقى من جواك تخليك مبسوط قوي. اكيد طبعا، يعني نعم حب الناس ده طبعا اهم حاجه في الدنيا. الواحد قضى 8 سنين جوه النادي الاهلي، احنا داخلين كل في التاسع على فكره. يعني نعم يوم بعد يوم حب الناس بيزيد ليا نعم وببدأ اشوفه، فلا طبعا يعني اهم حاجه عندي حب الناس ده انت اول مباراه 13/2/2016، 2016 فشهر 2 اللي جاي ان شاء الله يبقى 9 يبقى سنين 25، يبقى 9 9 سنين 2025 يبقى 9 سنين ان شاء الله، يبقى 19 سنه باذن الله. هل بعد الاعتزال بامر الله حابب تمشي في قصه التدريب ولا قصه الاداره ولا قصه الاعلام ولا ايه؟ لا ممكن إدارة وإعلام. إدارة وإعلام، بس أنا حاسسك مدرب كويس. يعني فنياتك كويسة ولا أنت قلبك خلاص ما يستحملش؟ كفاية ضغوطات بقى. كفاية ضغوطات. ناخد اللي بعد بيتر. هبة صديقتنا الدائمة، كابتن شوبير مساء الخير. أجمل هدايا في احتفالنا بالقضية وجود الكابتن أبو ليلى عمرو السوليه منور قناة النادي الأهلي. كابتن عمرو، ما هي أجمل بطولة بالنسبة ليك مع الأهلي والبطولة اللي بتحلم بتحقيقها مع الأهلي؟ أجمل بطولة طبعا هي القاضية. القاضية. والبطولة اللي بحلم إن أنا أحققها مع الأهلي كأس العالم كأس للأندية. العالم للأندية، كأس مفيش العالم غيرها. للأندية. يلا. الروبي من يا كابتن أحمد أبو ليلى يعني ملك النص أهداف نهائيات دوري الأبطال؟ رابونا. رابونا دي، رابونا دي 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 عجيبة. ربنا اسيست شريف اللي بنطمن طول ما هو في الملعب قاعد يستحوذ على مجرى المباراه. اجمل هدف سجله مع الاهلي، افضل بطوله كسبها. طب اجمل احلى هدف سجلته مع الاهلي؟ احلى هدف في اتنين، في طلاع الجيش كايزر شيفز، ده كان حلو قوي طلاع الجيش بعد نص الملعب كده، وفي امبي برضو
امبي افضل بطوله، خلاص قلنا بطوله القرن. افضل نص ملعب لعبت بجواره كتير كتير، تقدر تحدد اثنين او ثلاثه؟ محمد حمص، ايوه يا سلام، حسام غالي، نعم، حمدي فتحي. حمدي فتحي. طيب تعال نروح لفاصل ونرجع. الاهلي مساء الخير يا كابتن شوبير واحلى قناه في الدنيا كلها. السؤال واحد، احلى اسيست عملته؟ حلو السؤال ده. ربونا ربونا ربونا، ده تحفه. جت على بالك ازاي بقى؟ لا يعني هي وليده لحظه، هي بالتاكيد يعني قلنا الربونا تفكير جه في جزء من الثانيه. يعني انا يعني بعملها في التمرين كتير، بس بتعملها كتير ان هي تبقى في الموقف ده في الوقت ده، وشريف يتحرك لها التحرك ده وتخلص بجون. يعني شريف حلها. هو خلص هنا بقى، حل تعالى شغل. انا الحقيقه برضو يعني عمرو، ما هي برضو مهاره وثقه ويعني كل حاجه فيها جميله يعني. ده افشل اديها لك. ها هنا بقى، بس اقف 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 يا هنا. لا هو جري على الكوره، هو بيجري، هو بيجري عادي، هو بس حلو قوي. في لقطه انا ببص فيها على شريف، انت باصص على شريف، ارجع سنه كده، ارجع كمان، اهي اهي خلاص عينيك اهي خلاص. انت بصيت على شريف. طيب انت المفروض تلعب بشمالك، ضعيفه ضعيفه والله العظيم. لو لعبتها بالشمال مش هتروح بالطريقه دي. في لحظه ايه بقى جالك ان هتلعب الربونه؟ هي يعني في اللحظه اللي رحت فيها للكوره، يعني لحد دلوقتي ما كنتش قررت. بتكلم جد؟ كمل بقى كده بالراحه واحده بواحده، بس دلوقتي خفايق الربونه. الله هنا بقى. بس انت كنت شايف شريف. بس ما تتخيلش انها تطلع بالجمال ده، ما تطلعش بالدقه دي خالص. وخلي بالك هو هدف صعب جدا طبعا على شريف، صعب جدا. هداف ابن لذينه ملوش حل شريف. فرحتك بالهدف ده ممكن تكون اكتر من فرحتك باهداف جبتها يا عمرو. هو بعد الهدف ده يعني تقريبا في يعني نص الفرقه جت جريت عليا انا يعني طبعا من الاسيست نفسه. كانوا يعني حتى بيرستاو جالي و فرحان، وهو اللي بيقول لي ازاي عملت كده؟ ازاي عملت كده صحيح؟ انت مش عارف ازاي عملت كده، بس انت بتعملها في التمرين. التمرين بعملها. ده اللي خلاك تفكر تعملها في المباراه. اهو كله قفشه جاي لك و لا جول حلو. جول اسيست تحفه. زي ما بقول لك شريف حلاه كمان بشكل جميل. وانت حليت لنا يومنا حبيبي، وحليت لنا قناتنا، وحليت لنا سهرتنا، وحلت لنا فوازير كتير. الناس كانت عايزه تعرف حاجات كتير. الكل بيتمنى. الصوره دي جايه لك من النوبه، اهلنا في النوبه بعتنها وجايبين بتاريخ التوقيت القاضيه في الدقيقه 86، ودي كانت فرحتهم فبرضه بعتنها لنا. بنشكرهم نشكرهم جزيلا طبعا.